تيفي، عيش الخبر أينما كنت. في رام الله تجمع الآلاف من الرياضيين والرياضيات من مختلف الفئات العمرية في جميع الألعاب الأولمبية للاحتفال والمشاركة في فعاليات يوم فلسطين الأولمبي الذي يقام لأول مرة في فلسطين، منتجا حراكا رياضيا جمع بين مختلف الأدوات الرياضية وعكس ألوان الشارة الأولمبية الدولية. هاي مسؤوليتنا، وأنا ما أقول لك الحركة الأولمبية الفلسطينية ستنهض بقوة القيم، بقوة الانتماء، وبقوة دور الرياضة وتأثيرها في تنمية حالة من الاستقرار، محبة، تواصل، تكافل اجتماعي، علاقات إنسانية طبيعية، وأيضا لغة تخاطب عالمية مقنعة مسموعة مفهومة. اليوم حجم المشاركة فاق التوقع، 10,000 من كل الوطن في حراك، في نشاط يعكس تعطشهم، يعكس إيمانهم، يعكس صدق انتمائهم. يوم أولمبي فلسطيني بامتياز شهد منافسة ودية في مختلف الألعاب الأولمبية، حيث ركض المشاركون في شوارع المدينة وحضرت ألعاب التايكواندو والمصارعة والكيك بوكسينج والسباحة والفروسية ورياضات أخرى على المستوى الفردي والجماعي. طبعا هذا فخر لنا كفلسطينيين، وبرضه حضور الناس يعني بدعم الرياضة وبيعمل لنا دعاية تسويق رياضة مباشرة أو غير مباشرة، خصوصا انه اللي منظمته مؤسسه معروفه كبيره هي اللجنه الاولمبيه الفلسطينيه، وطبعا بتعرف هي الرياضه صارت لغه الشعوب يعني الايام عصر الرياضه، فهذا فخر كبير ان نشاركنا بمهرجان زيك، ونطالب انه يكون فيه طبعا مهرجانات ثانيه. يعني هذا اليوم يوم عالم يعني بالنسبه للرياضه الفلسطينيه، لانه هذا يوم مش بس يوم فلسطيني، بس يوم رياضه كامله بس يعني للفلسطينيين، ولازم نهتم في الرياضة يعني لأنه هي اللي رح ترتقي لنا وتبيننا أمام الدول الأخرى. يوم أولمبي جمع بين الرياضيين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في الضفة الغربية وغزة ومخيمات اللجوء في لبنان، يوم تسعى من خلاله اللجنة الأولمبية الفلسطينية لتحويل الرياضة إلى ثقافة عامة بين الشرائح المجتمعية كافة. يوم فلسطين الأولمبي يوم تمتزج فيه مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية للتأكيد على حق الرياضيين الفلسطينيين في ممارسة ألعابهم بحرية دون معيقات احتلالية في كافة أماكن تواجدهم. لتلفزيون القدس محمد العدم من صالة ماجد أسعد البيرة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.